السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقاط. في المحور الأول من هذا البرنامج نناقش عوامل انتشار الكوليرا وأسباب عودتها بشكل غير مسبوق منذ سنوات. أما المحور الثاني، هذا المحور نتحدث عن تداعيات سيول الأمطار والمنخفض الجوي على عدد من المحافظات، وما المطلوب من الحكومة للحد من آثاره الكارثية. أما المحور الثالث، هذا المحور نبحث الإجابة عن سؤال لماذا يجب أن تكون فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. حذرت الأمم المتحدة من عودة الكوليرا في اليمن بطريقة مقلقة، ومع انتشاره بسرعة كبيرة، خصوصا حيث تسيطر ميليشيا الحوثي الانقلابية. مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إيديمو سورونو قالت إن الاستجابة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أدت إلى بطء انتشاره وضمان توافر المعالجات أو العلاجات المناسبة، بينما يتفشى الوباء بسرعة كبيرة منذ مارس الماضي حيث تسيطر ميليشيا الحوثي. بحسب الأوتشا فإنه تم الإبلاغ عن 11 ألف حالة اشتباه بالإصابة و75 حالة وفاة منذ أكتوبر من العام الماضي في مناطق سيطرة الميليشيا، مقابل 3200 حالة إصابة فقط في مناطق الشرعية. بطبيعة الحال فإنه مع استمرار انتشار الوباء فإن الأرقام تتغير وتتباين من محافظة لأخرى. نناقش ذلك مع ضيف المحور، ولكن بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا الاستطلاع. في عهد ميليشيا الحوثي انتشرت الأوبئة بشكل كبير التي كانت قد تخلصت منها البلاد في العقود الأربعة الماضية، وهذه الأوبئة التي تفتك الآن بالناس في مناطق سيطرة الحوثي هي التيفود والكوليرا وغيرها من الأوبئة الفتاكة التي انتشرت مع هذا الوباء القادم من مناطق سيطرة الحوثي. لهذا ندعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الجماعة، كونها تقضي على جيل بأكملها أو أمة بأكملها بسبب انتهاجها وسياستها وتصرفاتها في مناطقها القابعة تحت السيطرة. بالنسبة لانتشار الأمراض والأوبئة، يا سيدي، هذه الأمور عادت إلينا من جديد بعد أن كانت قد تضاءلت وانعدمت، وعودتها بسبب الإهمال، سبب الإهمال وغياب الدولة. نقولها بصدق، يعني الدولة إذا غابت غابت عنها خدماتها. إذا كانت تعز نفسها القمامة ترمى في الأرصفة الشوارع في شارع جمال نفسه، فما بالك ببقية المناطق. إذا كان بقلب المدينة تتراكم هذه الأوبئة، وكذلك اختلاط المياه بالصرف الصحي، وكذلك عدم المتابعة من الجهات الصحية، أيضا انعدام الوقاية من الناس ومن لكن الهم الأكبر على الدولة يعود، لأنها بسبب الحرب وبسبب المشاكل تلاشت وانعدمت، وأصبح المواطن لا يدعو إلا الله أن يقيه من هذه الأمراض والأوبئة. عودة انتشار مرض الكوليرا الآن بشكل مقلق في الجمهورية اليمنية، سواء كان في مناطق الشرعية أو مناطق الحوثيين، تعود الأسباب بدرجة أساسية إلى إهمال السلطات، سواء في مناطق الشرعية أو مناطق الحوثيين. في مناطق الحوثيين أكبر وأخطر سبب هو عدم السماح للناس باللقاح، وعدم السماح للمنظمات الدوليه بادخال اللقاح الى المناطق الشرعيه المناطق الحوثيين وتلقيح الناس، هذا يعد سبب. في مناطق الشرعيه ايضا هنالك بدات تنتشر ظاهره الكوليرا في محافظه تعز بشكل كبير ومقلق، هنالك الان بدات تظهر مئات الحالات. هذه الحالات المفترض انها تعلن حاله الطوارئ في المحافظه لمكافحه هذا الوباء الخطير. حاله الاسهال الشديد يعود الى بالذات على ما إذن مشاهدينا تابعنا هذا الاستطلاع، ونذهب للترحيب بضيفنا. سينضم إلينا من تعز السيد ياسين عبد الملك، مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة في تعز. سيد ياسين، مرحبا بك ومساء الخير. مساء النور، أهلا بك. سيد ياسين، فيما يتعلق بانتشار الكوليرا، يعني هناك حديث في أكثر من محافظة في الفترة الأخيرة بعودة انتشار متسارعة للكوليرا، ما الأسباب برأيك؟
شكرا لك أخي العزيز، وشكرا لقناة بلقيس على اهتمامها بهذا الموضوع، وبالذات حنا نمر بموجة تفشي وباء الكوليرا في محافظة تعز ومحافظة الجمهورية. أخي العزيز، تعز تعاني الأمرين بسبب هذا الوباء. أولا طبعا غياب المياه من الأخوة المواطنين في المحافظة منذ الحرب على محافظة تعز، أيضا عدم الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب للحد من انتشار وباء الكوليرا. نحن في محافظة تعز أخي العزيز سجلنا ما يقارب 476 حالة اشتباه وباء كوليرا، منها 159 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي وسبع حالات وفاة. وأنت تعلم أخي العزيز والأخوة المشاهدين الكرام أنه عودة وباء الكوليرا هو بسبب حتى اللحظة محافظة تعز المياه حقها طبعا لم تكون معالجة أو مفحوصة من قبل المؤسسة المعنية، وكذا أيضا تلوث الأغذية بالمياه الملوثة بالصرف الصحي. نعم، هذا بالنسبة لتعز، لكن ماذا عن بقية المحافظات؟ يعني اليوم الانتشار يعني في كل المحافظات، هل يعني الأمر يرتبط بأسباب معينة برأيك؟ أيوة نعم أخي العزيز، مرتبط. كل المحافظات تعاني من نفس الوباء بسبب أولا دخول اللاجئين من القرن الإفريقي المصابين ببكتيريا الكوليرا منذ شهر أكتوبر الماضي، وظهور أول حالات إيجابية في محافظة عدن وحضرموت وشبوة. بعدها أخي العزيز انتقل الوباء إلى محافظة تعز وبقية محافظات الجمهورية. الخضروات التي تروى أيضا بالصرف الصحي المحتوي على بكتيريا الكوليرا كان له دور أساسي لانتشار وباء الكوليرا في المحافظة. نعم، طيب ماذا يعني أن تصف الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن الأمر مقلق؟ يعني هذا التحذير ماذا يعني؟ طبعا أخي العزيز، وباء الكوليرا وباء مقلق للقطاع الصحي ككل، كونه كما تعلم أنه في شحة في الأدوية وفي طرق المعالجة للحالات المصابة. أيضا الكادر الذي يعمل في المراكز هو كادر متعاقد بدون أي حافز أو بدون رواتب رسمية. هذا الانتشار أيضا بسبب أيضا الفقر الذي تعرضه الأخوة المواطنون في المحافظات اليمنية، وحالات سوء التغذية الموجودة بشكل مستمر في المحافظات. هذا يصبح مقلق جدا، لأنه حالة الكوليرا بالذات تدخلنا في جفاف شديد، وبالتالي يصبح المواطن عرضة في حال إصابة لهذا المرض عرضة للدخول بالمضاعفات بشكل أسرع. نعم، فيما يتعلق بمحافظة تعز، يعني ما هو الوضع حاليا؟ هل يمكن القول أن الحالات في تصاعد، أم أن يعني وصل عدد الحالات إلى ذروته في فترة معينة واليوم هناك يعني انخفاض في الحالات الواصلة إلى المستشفيات؟ ما هو الوضع؟ وضعنا في تعز أخي العزيز هو وباء الكوليرا حتى اللحظة في تزايد مستمر وظهور حالات بين الآن والآخر، وفي كل المديريات محافظة تعز سجلت حالات إصابات بوباء الكوليرا، منها مؤكدة ومنها مشتبهة. أخي، نحن في مكتب الصحة والسكان قمنا بالعديد من الإجراءات من الحد من انتشار هذا الوباء. بداية طبعا تم الاجتماع مع الأخوة الشركاء في الكلستر الصحة وتوجيه الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. أيضا أخي العزيز، تم الاجتماع مع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة كمؤسسة المياه ومؤسسة والصرف الصحي والهيئة العامة لمياه الريف، وأيضا مكاتب ذات العلاقة كالنظافة والتحسين ومكتب التربية. قمنا بالعديد من الأنشطة كالتوعية، وأيضا فتحنا مراكز لمعالجة هذه الحالات المصابة. أيضا جعلنا كل مرافق الصحة، المرافق الرعاية الصحية الأولية، هي مرافق لاستقبال الحالات الخفيفة والمتوسطة، ومراكز أربعة مراكز للحالات الشديدة، منها داخل المدينة اثنين مراكز معالجة لسات المياه الحادة في مستشفى الجمهوري ومركز 22 مايو بالمظفر، ومركز مستشفى خليفة في الشمايتين، ومركز الطوارئ في الساحل الغربي في مديرية المخاء. نعم، يعني الآن المعالجات التي تحدثت عنها والاجتماعات هي في إطار يعني كيف تتعاملون مع الحالات القادمة إليكم، بينما
فيما يتعلق بعدم استمرار تفشي هذا الوباء وانتشاره في الكثير من المناطق؟ يعني هل هناك إجراءات عملية فيما يتعلق بالمياه الراكدة، بأمور أخرى تعتبر من مسببات انتشار هذا الوباء؟ طبعا أخي العزيز، تم تحديد الكثير من الالتزامات والواجبات للمكاتب ذات العلاقة للقيام بدورها للحد من هذا انتشار هذا الوباء، ونتمنى إن شاء الله أن يتم انحسار لهذا الوباء وانخفاض عدد الحالات المصابة في المحافظة وأيضا في المحافظات الأخرى. إحنا الأخي العزيز وجهنا رسائل توعوية للمواطنين اليوم، كان معنا تدشين في الصباح مع مدارس محافظة تعز بطرق الوقاية وطرق الانتقال لهذا وباء الكوليرا، وإن شاء الله بإذن الله أن تكون هذه الرسائل وصلت إلى مسامع أبنائنا الطلاب، ونتمنى أيضا من وسائل الإعلام والتثقيف أن تكون لنا عونا في هذا المجال وينشروا رسائل توعوية لطرق الوقاية من هذا الوباء وطرق الانتقال، وإن شاء الله تكون هذه الرسائل وصلت للأخوة المواطنين، وبالتالي إن شاء الله يحد من هذا الوباء وينحسر إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بالمخيمات يعني التي تحتوي على نازحين في مناطق متعددة في تعز، يعني ربما هناك يعني وسائل النظافة ومسألة يعني تجنب الأشياء التي تعمل على انتشار الوباء منخفضة جدا في هذه الأماكن، هل من إجراءات حيال الوضع في هذه المخيمات؟ نعم أخي العزيز، سجلنا العديد من الحالات المصابة في مخيمات النازحين وبالذات في مخيمات مديرية المعافر، هناك العديد من الحالات التي أصيبت بالوباء الكوليرا، وأنت تعلم أخي العزيز أن المخيمات هذه انحسر فيها كل وسائل الوقاية من وباء الكوليرا. نعم. تصرف صحي متهالك، وسائل نظافة شخصية غير مجدية، هذه المخيمات أيضا لها تحتاج إلى زيادة الجهود للحد من انتشار هذا الوباء، توفير الوسائل الأساسية للنظافة الشخصية، أيضا توفير صرف صحي لهذه المخيمات، وهذا الصرف يكون مزود بمادة الكلور مع المياه لغسل اليدين وأيضا كلورت كل المياه الموجودة داخل هذه المخيمات ومعالجتها لتصبح صالحة للاستخدام. نعم. المخيمات هي تعتبر لنا نقطة ضعف كبير جدا، كون تجمعات فيها غير طبيعية وبشكل مستمر. نعم. وهذه التجمعات هي كما تعلم أخي العزيز هي من الفئات الأقل ضعفا في هذه المحافظة، والتي هي عرضة للإصابة بهذه الوباء، وبالذات أنه هناك حالات سوء التغذية، وهذه الحالات تكون عرضة سريعة للدخول في مضاعفات ومنها إلى الوفاة إذا قدر الله. طيب سيد ياسين، بالنسبة لشركاء العمل الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة المعنية في هذا الجانب، كيف تقيمون دورها بالتعاون معكم وبتقديم الرعاية للناس وللحد من انتشار هذا الوباء؟ نحن نؤمل بهم خير حتى اللحظة، رغم أنه الشراكة لن نلمسها منذ مطلع هذا الشهر الماضي نتيجة ظهور هذه الحالات، لكن هناك تدخل من بعض الشركاء ونوجه لهم التحية والشكر. هم طبعا حتى اللحظة تم التدخل من قبل أطباء بلا حدود في محافظة تعز في مستشفى الجمهوري، ولو كان هذا التدخل غير مجدي، ولكن إن شاء الله أن يتم مضاعفة هذا التدخل وبالتالي ينحسر انتشار هذه الحالات. أيضا هناك تدخل في مركز الطوارئ التابع لأطباء بلا حدود في مديرية الساحل، تدخل لمعالجة هذه الحالات والحد من انتشارها، وأيضا مساعدات أعتقد في الدواء وتقديم الدواء اللازم لهذه الحالات. نعم. نحن نأمل كبير من تدخل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف في جميع المرافق الصحية التي تستقبل هذه الحالات، كون الحالات بشكل مستمر وبشكل متزايد حتى اللحظة. نعم سيد ياسين، كونك مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة بتعز، يعني فيما يتعلق بوسائل السلامة وما هي الأساسيات التي يجب على الناس اتباعها والقيام بها لتجنب إصابتهم بهذا الوباء؟ أولا طبعا رسالتي للأخوة المواطنين في هذا الموضوع بالذات،
أن يتم نقل الحالات المصابة بوباء الكوليرا إلى أقرب مرفق صحي في حين ظهور أول هذه الأعراض، كون بعض الحالات وأغلبها لن تنقل إلى المرافق الصحية. ما هي الأعراض؟ ما هي الأعراض سيد ياسين؟ وبالتالي طبعا من أعراض الوباء الكوليرا هو الإسهال الشديد، المائي الشديد والقي. نعم. نحن نتمنى من الإخوة المواطنين أن يتم نقل الحالات مبكرا للمرافق الصحية. يعني إذا نقلت بشكل مبكر تكون نسبة الشفاء عالية. طبعا أخي العزيز، كلما نقلت الحالة في بداية ظهور الأعراض كلما كان نسبة الشفاء عالي، لكن عندما تكون الحالات قد دخلت في مرحلة المضاعفات هنا يصعب تقديم الخدمة وبالتالي يصبح عرضة للوفاة. الرسالة الأخرى التي أحب أن أوجهها هي أيضا للشركاء في المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، القيام بتوفير المياه الصالحة والمستخدمة للأخوة المواطنين وكلورتها وتعقيمها بالطرق المعروفة، أيضا رفع الوعي الصحي لدى الأخوة المواطنين بأهمية هو فيما يتعلق بالصعيد الشخصي حديثة. يعني على مستوى الشخصي لدى الناس ما هي الأمور التي يجب مراعاتها، يجب تجنبها، يجب القيام بها من أجل عدم الإصابة قبل حدوث الإصابة؟ أهم خطوة هي الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم الأكل والشرب في الأماكن المكشوفة وعدم أكل الأطعمة المكشوفة من الشوارع والمنتشرة في مع الباعة المتجولين بدون أي وسائل حفاظ على هذه الأطعمة من الذباب وغيره. ثاني شيء الاهتمام بالتبرز في الحمامات وعدم التبرز في العراء، كون هذه هي خطوة أساسية لنشر الوباء، كونها نمر بمفصل الصيف وهذا الصيف يمر في تحصل أمطار بين الآن والآخر فتقرف هذه المخلفات الصرف الصحي وتخلطها أحيانا بمياه الآبار الموجودة في مديريات المحافظة. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مدير الترصد الوبائي بمحافظة عز السيد ياسين عبد الملك، شكرا لك. ومشاهدينا ننتقل الآن إلى المحور الثاني. يمكن القول أن اليمن تجاوز هذه المرة المنخفض المداري الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد بأقل الخسائر، تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، واقتصرت الأضرار على الطرقات والأراضي الزراعية وبعض الممتلكات التي جرفتها السيول. المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر كان قد أوضح أن 8 محافظات شهدت خلال فترة المنخفض أمطارا متفاوتة الشدة، ونبه من احتمال استمرار هطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة في 12 محافظة يمنية مصحوبة بسيول جارفة واضطراب بحري في عدد من السواحل. بعيدا عن التفاصيل، يتكرر السؤال عما هو مطلوب من الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المتضررة لمواجهة الأضرار المحتملة ومنع حدوثها، خصوصا الخسائر البشرية. نبدأ مشاهدينا النقاش بعد أن نتابع سويا هذا الاستطلاع. مطلوب من الحكومة أن توسع المياري حق السيول وتصلح الزفنت مقطبة من المشاريع هذه اللي صلحاها، هذه كلها صراحة تعب للناس. مشاريع ما هي تقانها مياري، أنها مياري حق وقطبوا الشوارع كلها من فوق لا تحت السفلت، الآن كم ساعة حد سكت من الناس، ومن هذا اللي بيصلحها؟ هم على هذا الحكومة مفروض تصلح الشيء هذا. والقمايم في نفس المياري يطرحونها، من يكلم الناس هذا؟ على البلدية وعلى المسؤول في البلاد هذه وعلى اللهي مسؤوليات المختصة، المهم البنايات والأشياء وايد يعني، والبراميل القمايم كمان في الخطوط العامة هذه ما تصلح، مفروض بعدونها تكون في الخلف والبياني والبناء والبناء كمان بناء وايد والرقد بناية، وفي حتى سيارات في نفس المياري. أنا واحد سيارة من مياري حق الشبكة محلها ما حد حركها أبدا، والحواش هذه اللي هنا وذي كمان الحديقة أنا بناها هذه مستحدثة، صراحة تعبوا الناس ولا حد داريبهم ولا شيء. هذه يا أخي بناسبة طريق المياري هذا وبناية عشوائية، ما يحتاج على الدولة تنظم الشوارع وتنظم هذا اللي يبنون على العشوائيين، ويكون في رقابه من قضيه الدوله. وبعدين مقيرنا هكذا الدوله يعني مشوا ما حد تكلموا، بنوا الناس في الشوارع ويقون يسور
سدوا مياري السيول. والدولة منها تقول كل واحد تقف عند حدك، لا أحد يبني في مياري السيول ولا أحد. مطلوب من الحكومة على أنها بدها تقوم بالواجب على السواقي وعلى لين الثلاظات، تقولها هل صح ما هو صح. ثانيتين معنى أنه تدعم أنه فلاح وأنه ذا تدعمه في المجال. نعم، وإن شاء الله يبي يوفقهم ويوفق كل مسلم ويصح البركيفين حول العافية ويصلح الأمة المحمدية. اليوم هناك كثير من الأسر صارت منكوبة جراء السيول التي حصلت في كثير من المحافظات مثل المأرب وحضرموت وشوة والمهرة ومأرب. فواجب الحكومة الآن هي التدخل لإنقاذ هؤلاء الناس وإيجاد الحلول المناسبة لهم وإيواءهم. هذا بالنسبة للحكومة، لأن هذا واجبها وليس تفضلا منها عليهم. ثم أيضا المنظمات يجب أن تتدخل أيضا لإيجاد حلول سريعة وعاجلة. مشاهدينا، نذهب للترحيب بضيفنا. سينضم إلينا سيد عبد الله محمد كلشات، ناشط شبابي من أبناء محافظة المهرة. سيد عبد الله، مرحبا بكم، مساء الخير. مساء النور يا أستاذ، ويا مرحبا وسهلا. أهلا بك. دعنا نبدأ من محافظة المهرة، يعني كيف مر المنخفض الجوي على هذه المحافظة؟ حقيقة المهرة هي من المحافظات التي تأثرت بالإعصار المداري الأخير. نوعا ما في الفترة الأخيرة أو المرة الأخيرة التي حصلت فيها الحالة المدارية، كانت المهرة قد أو أهالي محافظة المهرة كانت عندهم تجارب سابقة في هذه السنة. نوعا ما كانت الأضرار ولله الحمد يعني تكاد لا تذكر من حيث الأضرار البشرية، ولكن الأضرار لنقول موضوع الطرقات والصرف الصحي وما إلى ذلك هي واضحة وجلية للجميع. فمحافظة المهرة بطبيعة الحال التأثر موجود، أو تأثير الإعصار أو المنخفض الجوي موجود، وهذا أتوقع لعدة عوامل وعدة نتائج من خلالها ممكن نذكرها إذا سمحت لي. من حيث مثلا على المستوى الحكومي أو على المستوى السلطة المحلية وعلى مستوى المواطنين نفسهم. طيب، فيما يتعلق بالمعاناة، يعني اليوم مر هذا المنخفض الجوي ولم نشهد الكوارث البشرية، وهذا الحمد لله شيء جيد، لكن هناك أضرار كبيرة لحقت بالمرافق العامة، بالطرقات وهي الشريان الوحيد لدى الناس. نتساءل هنا، لماذا تتكرر هذه المعاناة مع كل منخفض جوي تمر به البلاد؟ حقيقة هي عدة عوامل لنكون يعني واضحين أكثر، ولكن الشيء الرئيسي والذي يجب أن يتم ذكره هو الحكومة على وجه الخصوص. دعني أذكر مثلا نقطتين، هي النقاط كثيرة وحتى لنكون موضوعيين أكثر. النقطة الأولى وهي المشاريع المؤقتة التي تقام من حكومة أو الممثل لها السلطة المحلية. فعلى سبيل المثال موضوع الطرقات، المشاريع المؤقتة التي طبقت في الواقع مثل هذه المدارة أو الشيء الطبيعة والكوارث الطبيعية تكشف مدى المشاريع، أو أن المشاريع المؤقتة هي فقط لنكون صريحين أنها بعض الأحيان تكون من جانب إعلامي فقط وليس على المدى الطويل. فالرسالة الأولى هي أنت يا حبذا تكون المشاريع وفق خطة واضحة ورؤية واضحة وخطة استراتيجية واضحة لخمس سنوات لست سنوات قادمة. محافظة المهرة اليوم موقعها أيضا العاصير التي حصلت في السنوات السابقة كافية ودليل واضح على أن هذه الموقع وهذه المشاريع لابد أن تكون مشاريع واضحة وذات رؤية واضحة تحمل، ويجب أن تكون يعني مثلا على سبيل المثال مثل ما ذكرت أنت الآن في الفترة الأخيرة انقطعت سبل التواصل من في بعض المديريات محافظة المهرة، والسبب في ذلك أن مثل هذه المشاريع. إضافة إلى نقطة أخرى اللي هي تفعيل دور الرقابة في موضوع البناء العشوائي للمواطنين على مجاري السيول. كثير من المباني دمرت وتهدمت، وبطبيعة الحال المواطن يشكو، ولكن أيضا هناك خلل في جانب الحكومة من حيث عدم الرقابة، والخلل أيضا في المواطنين في البناء في تلك الأماكن أو في تلك وفي مجاري السيول على وجه التحديد. ما هو لو يوجد تخطيط سيد عبد الله، لو يوجد تخطيط ويوجد رقابة
يعني لما يعني بنيت هذه المساكن والبيوت في مجاري السيول؟ لأن المواطن وأنت تعرف الكثير من اليمنيين هو همه بالأول والأخير أن يقيم بناء، ولكن إذا وجدت الدولة ووجدت المخططات لمنع تماما عن إقامة هذا البناء. نعم حقيقة أستاذي، أنا كنت حتى أشير إلى موضوع معين، يعني نحن مثل ما حملنا يعني المواطنين في كثير من يعني المواضيع، حقيقة دور الحكومة هو الأول، يعني في الإعصار ما قبل الماضي أو الإعصار الأخير الذي حصل، تواجدت الحكومة اليمنية في محافظة المهرة، ولكن تواجدت صورة لم تتواجد على مستوى المشاريع وعلى مستوى الجانب العملي. حقيقة يعني بصريح العبارة كان التواجد إعلامي، حتى الكثير من المواطنين علق على هذا الموضوع، ولا يخفى على الجميع ما حصل، يعني كانت الكوارث واضحة وحصلت الوفيات والآثار والحصون لدى في محافظة المهرة. أتوقع أن يعني موقف الحكومة لم يكن جيد بطبيعة الحال. نتمنى حقيقة واللي تكون رسالتنا يعني من هذا اللقاء أن يتم يعني إذا صح التعبير تزويم على محافظة المهرة في موضوع هذه المشاريع، وهي المشاريع البنية التحتية سواء من طرقات سواء من مجاري وما إلى ذلك. هو أيضا الملفت سيد عبد الله، يعني عندما حدثت أو حدث هذا المنخفض الجوي الكثير من المواطنين كانوا يعتبون على السلطات المحلية في أكثر من محافظة لأن الدور اقتصر. هل تسمعني سيد عبد الله؟ نعم، إذن يبدو أننا نكتفي بهذا القدر لأن ضيفنا قد أوضح الكثير وسقط الاتصال، لذلك مشاهدينا سننتقل مباشرة إلى المحور الثالث والأخير. في 29 من نوفمبر 2012 منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في فلسطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب، وفي 16 من ديسمبر من نفس العام قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين تستخدمها في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية، وكان ذلك يعتبر خطوة مهمة نحو الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين، غير أن تحديات وعوائق سياسية حالت ولا تزال دون حصول فلسطين على حقها. أبرز وأقوى هذه التحديات الفيتو الأمريكي والتحالفات الغربية ضد قضية العرب المركزية. الخميس الماضي استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق نقض الفيتو لمنع قرار أو صدور قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مشروع القرار قدمته الجزائر كممثل للمجموعة العربية وحظي بتأييد 12 دولة، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. إذن لماذا يجب أن تكون فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟ نناقش ذلك مع ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم الرفاعي، هو أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، رئيس الحقوقيين الفلسطينيين في تونس. إذن مشاهدينا قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفنا نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. We'll be right back.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفي. سينضم إلينا الدكتور إبراهيم الرفاعي، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، رئيس الحقوقيين الفلسطينيين في تونس. مرحبا بضيفي دكتور، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك وبمستمعك. أهلا بك دكتور. بداية نود أن نتعرف من خلالك على مراحل تواجد فلسطين في الأمم المتحدة. أجل يعني نتوقف على المحطات الرئيسية. نعم. يعني فلسطين منذ عام 1974 اكتسبت صفة الكيان المراقب غير العضو. هذا الكيان كان يعني تسيما لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ذلك بسنوات يعني عام 1988 تحديدا اكتسبت فلسطين صفة الكيان العضو او صفة الدولة المراقبة غير العضو، يعني بدءا من 2012. طبعا مؤخرا حاولت يعني الجانب الفلسطيني ان يرفع من هذه الصفة الى مرتبة الدولة كاملة العضوية، لكن الفيتو الأمريكي حال دون ذلك. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم عندما نأتي للوقوف على هذه الحالة، ما هي أبرز التحديات التي تحول دون حصول فلسطين على حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة؟ يعني كما أسلفت الفيتو الأمريكي فقط. الفيتو هنا؟ نعم نعم، فقط هو الحائل الوحيد الفيتو، بينما كل الأمور مهيئة من جوانب متعددة. طبعا لما كل الدول التي شاركت بالتصويت تصوت بالإيجاب أو تمتنع. نعم. فباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. إذن العامل الحاسم في عدم وصول فلسطين إلى مرتبة الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هي الإدارة الأمريكية. وهذا واضح وجلي ولا لبس فيه ولا نقاش فيه، خاصة أن الولايات المتحدة نجدها أنها يعني تنخرط بشراكة كاملة مع الاحتلال، سواء بالجانب العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو التزويد بالسلاح أو المالي، مع الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة ليس فقط في قطاع غزة وإنما في كل أنحاء فلسطين. نعم. طيب دكتور، يعني هل أقيمت جلسات سابقة في مسألة التصويت على أن تأخذ فلسطين حقها بعضوية كاملة في الأمم المتحدة؟ وهل إذا كانت قد حصلت جلسات سابقة مشابهة، هل تغير الموقف الدولي اليوم مقارنة على ما كان عليه بالسابق؟ يعني مثل ما وجدنا آخر مرة هو امتناع بريطانيا وسويسرا وبالمقابل الفيتو الأمريكي، لكن في المرات السابقة هل كان الموقف أصعب من قبل دول أخرى، وبالتالي نعتبر أن الوضع تحسن اليوم؟ طبعا بالنسبة للموقف الفرنسي والبريطاني والمواقف دول أخرى تطورت نحو الإيجاب، خاصة يعني بعد 7 أكتوبر إلى الآن. وبالتالي فإنه كان الظرف مواتي تماما لأن تكتسب فلسطين العضوية الكاملة لولا الفيتو الأمريكي، وإلا لكان الجانب الفلسطيني قد طرح هذه المسألة في فترة سابقة، لكنه وجد أن الظرف مواتي اليوم لطرح العضوية الكاملة لفلسطين، لكن الفيتو الأمريكي هو الذي حال دون ذلك. وهذا ما يعكس لما تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تستخدم حق الفيتو، بينما الدول الأخرى تمتنع، معناها تمرر القرار ودول أخرى تؤيد. إذا هناك تطور كبير جدا في الموقف الدولي في مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في مستوى مجلس الأمن الدولي. نعم. طبعا دكتور، البعض والكثير من المحللين أصبح يرى بأن يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
ربما الجانب الأمريكي هو الطرف الرئيس، بينما الكيان الإسرائيلي هو أداة للأمريكان في هذا الجانب. وبالتالي التساؤل هنا، هل أو كيف يمكن إحداث اختراق حقيقي في جدار الممانعة الأمريكية في حصول فلسطين على حقها الكامل؟ لابد من ترقية الجهود والضغوط العربية والإسلامية والإفريقية في هذا المجال، والوقوف وقفة حازمة إلى جانب الحق الفلسطيني، باستخدام هذه الدول للأوراق التي ووسائل الضغط التي لديها لكي تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن موقفها السلبي له ثمن في المنطقة. لما ترى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف السلبي ودون المستوى من الدول العربية، ليس في مستوى مجلس الأمن الدولي فقط، وإنما في مستوى الواقع العملي، في أنه عدم إغلاق التهديد بإغلاق السفارات للكيان والتطبيع والمواقف الضعيفة لما تضرب هذه الدولة أو تلك، فإنه الولايات المتحدة الأمريكية تتجرأ على استخدام حق الفيتو كما استخدمته مؤخرا. إذن لابد من توظيف كل ما لدينا كعرب وكمسلمين وكاتحاد أفريقي، كل الأوراق الموجودة وتصعيدها إلى مستوى الضغط والمستوى الحقيقي الذي يمكن له أن يؤثر على الموقف الأمريكي بأن موقفه له ثمن. لكن طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تجد أن هناك ثمنا لحق الفيتو، فإنها تتمادى وتتمادى وتتمادى، ليس في استخدام حق الفيتو بالنسبة لعضوية فلسطين، وإنما كما استخدمته في مرات سابقة منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، 4 مرات يستخدم حق الفيتو بما يحول دون وقفة حرب الإبادة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية والتحالف معها وإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ، أنا لا أقول منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، وإنما أقول أنه منذ ما قبل 7 أكتوبر. الحصار الذي كان يضرب على قطاع غزة قبل 7 أكتوبر ماذا نسميه؟ وتلك العمليات الإرهابية والإجرام بحق قطاع غزة والضفة الغربية ماذا نسميها قبل 7 أكتوبر؟ إذا ما وقع في 7 أكتوبر غير مفصول عن سابقه من نهج استعماري يمارس بالنسبة لفلسطين، لا يقف على عام 67 وإنما يتعداه إلى ما قبل عام 1948. حرب إبادة جماعية منذ ما قبل 47، وما قضية اللاجئين إلا هي حرب إبادة جماعية واستمرار في حرب الإبادة الجماعية منذ ما قبل 47 و 48 إلى يومنا هذا. إذا طيب، ما يجري في قطاع غزة اليوم هو ضمن مسار طويل من حرب الإبادة، ولا نجد أن الدول العربية إلى هذه اللحظة تقف الموقف في القوي الذي من شأنه أن يسند الحق الفلسطيني. دكتور، ما هي أوراق الضغط لدى العرب في مسألة يعني إقناع أمريكا أو ثنيها عن استخدام الفيتو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ هل للعرب أوراق؟ طبعا أنا ذكرت الأوراق قبل لحظات، يعني أنا ذكرت مسألة يعني موضوع النفط وموضوع السفارات الإسرائيلية في بعض الدول العربية وموضوع التجارة العالمية وموضوع العلاقات الدبلوماسية، أوراق كثيرة لها أول وليس لها آخر. يعني نجملها بجملة واحدة، أن للعرب والدول المؤتمر الإسلامي والدول الأفريقية أوراق كثيرة جدا، لكن للأسف لم تفعل أو يهدد فيها إلى هذه اللحظة. لو طيب، وقع توظيف هذه الأوراق بوسائل مختلفة لكان قد أقنع الإدارة الأمريكية بأن لموقفها ثمن. لكن دعني أخي أشير إلى مسألة هامة جدا. تفضل. يعني لكي لا نكرر الإجابات على ذات التساؤلات. تفضل. أنت طرحت في مقدمة تعليقك مسألة في غاية الأهمية، أنه ما هي الفائدة، ما هي أهمية أن تكون فلسطين دولة دائمة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟ أن أهمية ذلك، دعني أوصل المسألة، أنه سواء كانت فلسطين دولة أو لم تكن، فإنه ما يقع في فلسطين
هو حالة استعمارية منذ ما قبل 47 إلى يومنا هذا. إذا استعمار. إذا لما نحن تأخذ فلسطين حقها في العضوية الكاملة، فإنما ضمن الممكن في القانون الدولي، فإن هذه الدولة تكون وعاء لتكريس الحقوق المتاحة اليوم في الشرعية الدولية، باعتبارها تكون دولة ذات سيادة لكنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يمكن له أن يقلص ويضيق من هامش المناورة الإسرائيلية في ارتكاب الكثير من الجرائم، كما أنه يمكن له أن يقلص من هامش المناورة الأمريكية الإسرائيلية في المفاوضات التي بدأت منذ 90 إلى يومنا هذا، وطرحت الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها كشريك كامل هذه المفاوضات التي لم تصل إلى أي نتيجة مرجوة في الوصول إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعلى رأسه الدولة الفلسطينية التي كانت جزء يتجزأ من المفاوضات التي بدأت منذ 90 ولم تنتهي إلى يومنا هذا في نطاق الدولة. إذن فإن ترقية عضوية فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تقلص من هامش المناورة الأمريكية الإسرائيلية والمماطلة في عدم إعطاء الفلسطيني حقه في تقرير المصير الذي جزمه دولة فلسطين. أيضا فإن العضوية الكاملة لفلسطين لابد من أن تربط في هذا المجال في عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة، إذ أنه لما قبلت عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة قبلت على أساس صنفين من الشروط. الصنف الأول من الشروط هو شروط موضوعية، أن يكون الكيان محبا للسلام قادرا عليه ملتزما بالميثاق راغبا فيه. أما الشروط الخاصة فهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي قررها قرار التقسيم، ثم ثانيا الالتزام بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم إلى ديارهم. إذن فإنه هذا عدم حصول فلسطيني على هذه العضوية الكاملة لابد له أن يحرك وسيلة ضغط في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أن تطرح مسألة عضوية الكيان المشروطة لما قبل في الأمم المتحدة طبقا للمادة نعم دكتور هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الدكتور إبراهيم الرفاعي، وقد دهمنا الوقت وقد أوضح الدكتور الكثير. أشكره جزيل الشكر، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، رئيس الحقوقيين الفلسطينيين في تونس. شكرا لك دكتور إبراهيم الرفاعي. وبهذا مشاهدينا نكتفي ونكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، هي أيضا من جميع أفراد الطاقم. في أمان الله.